العظيم انتم منورينا. يعني عارفين عشوة بقى كده حاجة خفيفة، احنا ما رضيناش ايه نتقل اهو. ربنا يخليك يا شيخ. تعالى يا ميدي يلا نجيب لهم الدقة والحاجة. تعالى تعالى يا ميدي. انت متوصية ها؟ خد خد ده خد ده. احنا نعمل نفسنا بناكل ونقلب؟ اه نعمل نفسنا نقلب كده تمام. مفيش حاجة طيب ممكن نرمي فيها على اساس ان احنا مش قليل كده؟ لا يلا مش قليل، حاجة خفيفة. تعالى يا ميدي يلا. جاي؟ أي حاجة. يلا. دقوا دقوا دقة. حطوا يا. تعبناكم معانا والله. والله العظيم عامله لكم بإيدي، وكل واحد خلي بالك أنا حاطة لكم الحاجات اللي أنتوا بتحبوها. أنا عارفة إنك بتحب الحمص فزودت لك حمص. هي ما بتعملش العشوة دي غير للحبايب والله. أه والله. لا بص أنا مش عايزة أكسب بقى. أنا مش عايزة أكسب، كل واحد يمد إيده كده ويسقسق لنفسه. بتاكلوا بقى السمك بإيديكوا وبتاع والجو ده؟ أه طبعًا. أهو. ليكوا في إيه الشطة؟ أمال إيه؟ أه طبعًا. أهو. هنحط فيه. يلا. هنتصرف يا حبيبتي. أنا هفهمكم بقى السيستم، أنتوا طبعًا فاهمين أكيد دي كان غدانا كلنا في المدرسة يعني. آه. مدرسة اللي بيخش فيها كشري. لا بعد ما بيخلصوا بينزلوا بقى. بص يخلص. لا بص تعملوا كده، لا أنت هتاكل من البتاعة. أمال لا. لا. أنت ما أكلتيش كشري في كيس قبل كده؟ فعرفيني. لا مش بالمعلقة، بص بعد ما تحط كده تنفخ كده وتلف كده وتعمله كده. أيوه. كده. كده ماشي؟ وبعدين تفك كده ماشي؟ وتلفه كده كده وتربطه زي الفول بالظبط. والله أهو. بطل والله وحش. بص وتروح عامله كده خلاص وترميه وتخرمه. لا امال ايه بعد كل ده؟ تخرمه كده كده وتاكله بقى كده يطلع من البسبوس بقى. بسبوس. حلو حلاوه ايه. لا انا نسيت اقول لكم ان انا عامل دايت فمش هقدر اكل. طب والله العظيم ده جميل. اصل كمان احنا بالليل فعشاء. بالليل ايه ده؟ فهي خيرها هتاكل دي. لا انتوا معزومين عندنا. اه طبعا هناكل. يلا هناكل. تعملي بقى زيها. انتوا مش عاجبكم الاكل اللي انا عاملاه؟ لا 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 فظيع فظيع. هاتي انا احط لك يا حبيبتي. امسك يا ماجد امسك ده اوعى تاكل منه. هاتي انا اعمل لك يا حبيبتي. والله ما انت تعبه نفسك. يلا اعمليها. انت بتحبي الشطه؟ اه بحب الشطه. بتحبي كام راجل كده يعني؟ كتير ولا بالراحه؟ اقل كده؟ الشطه ما بتنيمش. اه حلو كده. الصلصه بقى. اه دي صلصه بقى. بصي دي ماما بتبقى شايلها لي في الفريزر اهو. هتنفخي وترجي؟ انفخ لك وارج لك ولا تنفخي انت عشان لو بتقرفي. لا ما بعرف. لو بتقرفي انت انفخي. ايوه خليها تنفخ بجد. طيب انفخي انت انفخي انت عشان ما تقرفي. خدي انفخي معايا. اوعى تفرقع. اوعى تفرقع كده هنقعد ننفخ لبكره. اوعى تفرقع. خدي نفس عميق. يلا. ايوه ايوه ايوه. حاسبه يا شوشو. شفتي بقى تعملي كده؟ اهو ما تخافيش. لا 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 والله العظيم خليك بنت بالك كده وحلوه كده. انت جوزك فنان لازم ايه الطبقه العاليه تحبه والطبقه المتوسطه تحبه. طبعا ماشي اهو. اخرمي بقى انت الخرم. طب لا سيبيني بقى انا هخرمه. اخرمي وتعملي. احنا نقعد نتكلم مع بعض وانا هخرمه. لا لازم تاكلي لازم تاكلي. وانت ما اكلتش بتاعك ليه يا حبيبي؟ ما انا سايبك تعملهولي انا. دقه. بلاش شطه ما بنامش بالليل. دقه بس ما بتنامش بالليل. ما انت ما بتنيمنيش انا بس. هي مش قد البهام يا جماعه بس يعني. بس لا يا جماعه ما بتقولوش كده. لا ده تحفه. انا قلت بقى ايه يعني. بصوا احنا زهقنا من الفراخ. انتوا عارفين بقى انتوا على حظنا احنا على حظنا احنا زهقنا من الفراخ. ده واضح الضيوف اللي كانوا حضرتك بتحرجنا قوي. جوزي بقى ما بيقرفش مني. ما تلفتفيش. ايه القرف ده؟ ما انت ما بتقرفش. دي المجلة اللي عندك دي. ما تعملي لجوزك. ايوه انا اهو انا هاكله انا. هو لا هو عامل دايت. لا انت انت ايه ده انت هتمسكيه بالمجله ولا؟ لا 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 انا بقى كنت ببص على حاجه بس. كملي بس انت. خد يا ماشي. يلا بقى. ايه ده انت كفنتيه كده ليه؟ لا انا خلصت وده المجله. كنت خلصتي ايه؟ لا يا خيريه والله العظيم ازعل مني. ده تحفه. شويه شطه بقى. ايه هي ايه المجله تخنت ولا ايه؟ لا
طب اجيب لك في طبق لو قرفانه؟ لا تمام. لا قولي لي والله لو قرفانه اجيب لك في طبق. اه ما احنا بناكل اهو، ايه اللي حصل لنا يعني؟ اها هتنفق. لا دي اللي بعدها. والله العظيم ده انت استاذ شايفه والله عالمي. ايوه كده هو ده المطرب اللي الناس بتحبه. شايفه حبيب جمهوره حبيب الشعب المتواضع. اربط بس اقول لك حاجه بقى، مش عايز انا اكل من البسبوس. طب عايز تاكل من ايه؟ بالمعلقه؟ معلقه كده. اه ماشي ماشي مش مهم. وانت بقى كلي من البسبوس. ماشي. عايزه في طبق؟ لا انا تمام. طب خلاص ما يلا ما خرمتيش الخرم ليه؟ هخرم الخرم. اها هاتي معلقه من عندك. الكيس كفايه الكيس. ما انت حاطه لي شطه. ايه؟ حاطه لي كميه شطه. الحق بياكلها بياكلها. حلو والله. تسلم ايدك والله. يلا نبدل احنا خد. طب والله انا بقالي فتره. يا حبايبي. بقالي فعلا فتره نفسي اكل كشري. اهو. طب انت اكتر اكله بتحبها ايه؟ انا اي حاجه فيها خضار يعني مبسوط جدا. صحية. حاجه صحيه يعني. لا لا يعني قصدي يعني فاصوليا. من ايد مامتك يعني؟ زي بالظبط. انا كمان هيلسي. اه لا مش هيلسي خالص، الكلام ده بيبقى فيه بقى متسبكه يعني بالصلصه وكل حاجه. وحته اللحمه. طبيخ يعني. اهم حاجه ولحمه ورز بشعريه. هعمل لكم المره الجايه بقى نصيحه بطاطس. وعليها حته الكوكو كده محمره. يا لهوي. ويجي لك الضيوف يصطادوا الكوكو ياكلها ويسيبوا لك البطاطس. وتلاقي عيالك مخنوقين. زي النهارده كده؟ لا كلي يا حبيبتي ما تخافيش مش هتتخني، الكشري ما بيتخنش. والله العظيم انتوا حولتوا الكشري لتورته، يعني انا مش حاسه انكم بتاكلوا يعني. شوف احنا الكشري كشري. طب حمدي هنلعب دلوقتي مع بعض. ماشي. لعبه اسمها كلمه ونص. ماشي. اسالك سؤال صعب على بسرعه. انا بحب الرغي انت عارف. لا ما هو دي بقى ايه المخاطره. ماشي. ان ترد بسرعه وفي كلمه ونص وما تفكرش. ماشي. اوكي يلا ما تفكرش. اول حاجه ايه اكتر حاجه بتحبها في الست؟ إيه شعرها. شعرها. طب اكتر حاجه بتحبها في جسم الست؟ لا دي قلة ادب. ليه؟ هو كف الايد عيب. يبقى رجلها عيب. يبقى ايه عينيها؟ عينيها اهو. طيب وحد قال حاجه تانية؟ طب اكتر حاجه بتحبها في اسراء؟ كلها. يا ولد اشمعنى بقى؟ طيب لما بتبص في المرايه اول كلمه بتيجي في دماغك؟ استغفر الله العظيم. طب قول لي ايه اكتر حاجه بتحبها في شكلك؟ لا ما بشوفش كده يعني، انا بحب نفسي على بعض كده. فكر حاجه واحده. لا بجد مش يعني مش مكسوف اقول بس نازله كده من شعرك بتحبها. خصلة من مين؟ من شعرك. انت مستضيفه مايا دياب بقى. ايوه عادي ممكن تكون بتحب الحته القرقوشه اللي في ودنك دي عادي. لا ده جوع ده. انت بتقفي تقعدي تشوفي دي وتتخيليها وهي مقرمشه يا لو محمره يا لهوي. لا لا والله يعني كلي تمام. كلك بتحب نفسك كلها. انا بطبعي يعني الحمد لله راضي اصلا عن كل حاجه في حياتي. فالحمد لله. يا رب دايما يعني. انا راضي ان انا اقعد معاكي البرنامج. وانا راضيه والله. ما اعترفتش والله. قالوا لي قلت لهم يعني ماشي شيماء سيف. حمد وفضل ونعمه. طب قول لي يا حمدي لو مضطر تعمل عمليه عشان تغير حاجه في شكلك ايه تبقى الحاجه دي؟ ممكن اغير حواجبي. حواجبك؟ بس دي مش عايزه عمليه، دي عايزه فتله صح؟ طب انت عمرك استغليت ان انت مشهور انك تعلق واحده بنت قبل اسراء طبعا من الفانز يعني؟ لا بص انا يعني انا بره التمثيل بجد بتكسف خجول او بتاع مفيش. فلا ما عنديش سكه ان ابقى فلاتي يعني مش عندي. طب عمر واحده من الفانز جت كده هو تجري عليك وراحت بيسك من بقك؟ البنات اصلا فيهم مشكله دايما بقولها، الولاد بيقابلوك ايش طب يبقوا مبسوطين. اي بنت في الكون ايا كان الليفل بتاعها بتشوف حد مشهور بتصوت. يعني دي احنا ياما ياما جالنا صرع بتصوت. بيصوت صوت مش طبيعي. طيب ازاي؟ هو تعمل بس انا صوتي رايح. والله مش معقوله فاهمه الحاجات دي. طب قول لي مين
طب قول لي مين من اصحابكم اكتر واحد بيشقط بنات بقى؟ لا ايه ده؟ مسرح مصر. ده البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه الشيشو الحلو. الشيشو الحلو. اسمه 3 في 1. لا طبعا ايه اللي سؤال؟ لا قول لي بجد. لا بس انا عارفه المعلومه فهقولها زي معلومه اشاره، فانت قول وخلص. لا لا مفيش مين؟ يعني حتى بالاماره من على انستجرام. يا سلام ما كلهم عندهم انستجرام. كلهم بيشقطوا؟ لا ده شقيت معروف الشقيت اللي فيكم. يا حمد لا والله هتقول عليا كذاب. ده لو اقول لك حاجه والله العظيم احنا بره المسرح ما بنعرف نقابل بعض بالشهرين، كله اتسحل في شغل ما فيش، واغلبه اغلبنا مرتبطين، اللي متجوز واللي مرتبط، بس فاي كلمه هتطلع على اي حد الجامد اللي فيه هتعمل له مشكله. لا مش هتعمل له مشكله. لا كلهم مرتبطين يعني قبل ما يرتبط. احنا هنقول قبل ما يرتبط. لا ما قبل ما يرتبط اكيد مفاهم انه مرتبط بيها انه كان متجامع للمسرح والمسرح. لا ما كانش لسه ارتبط بيها، ما كانش يعرفها. وبعدين احنا كبنات نحب ان الواحد يبقى كده حرش كده وعارف. لا ما انا عارف عارف عنده تجارب. انتوا ما بيعجبكوش العجب، لو كده يبقى. لو كده قفل. لا 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 ما اعرفش، عدي السؤال ده والنبي يا شيماء. هعديهولك عشان انت حبيبي. والنبي ماشي، استضيفي حد منهم واساليه هيقولوا. ماشي يا حمدي عشان انت بس حبيبي هعديهولك. وهنطلع فاصل بس في اللي جاي مش هرحمك. اوكي ماشي. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا.